البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دخلنا فيما يتعلق بالتكليف بالدرس السابق، وذكر المؤلف رحمه الله بعض المسائل في ذلك، ومن ذلك أنه يشترط في العقل التكليف ولا خلاف فيه بين العلماء. ماذا يريد بهذا الشرط أو من يخرج به؟ المجنون ليس مكلفا، وأيضا والصبي الذي لا يميز، والمميز وجد فيه خلاف، أو المميز وجد فيه خلاف. أما الذي لا يميز فهو داخل أيضا في عدم التكليف بلا خلاف. وهل معنى عدم تكليفهم أنهم لا يضمنون ما أتلفوه؟ المراد به في العبادات أن العبادة أنه ليس مأمورا بحيث أنه يأثم إذا ترك المأمور أو بارتكاب المحظور يأثم، فليس في حقه نعم إثم، ولكن هذا من باب ربط الأسباب أو ربط الأمور بأسبابها، وهي الأحكام الوضعية، ربط الأمور بأسبابها وهو من الأحكام الوضعية. الصبي المميز هل هو مكلف؟ دقيقة بحمزة. غير مكلف. وهل مرادهم بقولهم غير مكلف أنه لا يؤجر إذا فعل الطاعة؟ نعم يثاب، ولكن مرادهم بعدم تكليفه أنه لا يأثم بتركه الواجب أو باقترافه الحرام. وأما الإثابة فيثاب عند جمهور العلماء. ما الدليل على ذلك؟ حديث المرأة التي قالت يا رسول الله هذا حج، قال نعم ولك أجر. وأيضا أمرهم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربهم عليها وهم أبناء عشر. وهذا الضرب ليس لأنه مكلف، وإنما من باب ماذا؟ التربية والتأديب حتى ينشأ على حب الصلاة. النائم والناسي ماذا خلصنا فيهم؟ هل هم مكلف، هل هما مكلفان أو غير مكلفين؟ يعني مكلفان من جهة أنهما مأموران، من جهة أنهما مأموران بأدائها عند زوال النوم والنسيان، وتتعلق بالذمة، بخلاف المجنون لو أفاق ما يقال له صلي بعد أن خرج الوقت، لكن هذا يقال له صلي ما فاتك، صلي ما نسيته، فهذا مكلف من جهة أن الذمة ما برأت، ما تبرأ، ومن جهة أنه مطالب بالعبادة ولو خرج الوقت في حق ما يتعلق بالصلاة. وليس مكلفين من حيث أنهما ما يأثمان في ذلك الحال، في حال نومهم وفي حال نسيانهم، ولو ماتوا على ذلك ما لزمهم صلاة بالإجماع. فالأظهر أن يقال أن تحدد الجهة فيجمع بين القولين، فيقال مكلفان من جهة كذا وكذا، ليس مكلفين من جهة كذا وكذا، فهما مكلفان من حيث أن الذمة تتعلق بالخطاب، أو أن الذمة نعم صارت مشغولة بمجرد أن يزول هذا المانع يتوجه إليه الخطاب. وليس مكلفين من حيث أنه ليس مخاطبا في ذلك الوقت، لأنه لا يعقل ولا يتوجه إليه خطاب وهو ناسي أو نائم. قال ولو كنا مرجحين أحد القولين لرجحنا عدم التكليف في ذلك الوقت، لأنه على هذا الحال
لأنه في ذلك الحال ليس مأمورا، لم يعلم ولا يعقل، ناسي أو نائم، لكن التفصيل أفضل وأضبط، فيقال مكلف من جهة وغير مكلف من جهة. وأما السكران الذي لا يعقل، قال المؤلف قال الشنقيطي رحمه الله: وأما السكران الذي لا يعقل، يعني قد بلغ به السكر إلى أنه زال عقله، فجزم المؤلف بأنه غير مكلف، وبين أن لزوم الطلاق للسكران ولزوم قيم المتلفات للنائم والناسي أن ذلك من خطاب الوضع، وذلك هو مراده بقوله من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، لأن ذلك بعينه من خطاب الوضع، وهذا فيه نظر حيث ألحق الطلاق بالمتلفات، فالطلاق يحتاج إلى نية، إنما الأعمال بالنيات. ولعل كثيرا من الفقهاء اعتمدوا في ذلك على حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، فقالوا لا اعتبار بالنية، إذا تلفظ بالطلاق وقع الطلاق. وهذا أيضا ليس على إطلاقه حتى على تحسين الحديث عند من حسنه، والراجح عندنا ضعفه، لكن على تحسين من حسن الحديث، فقالوا الهازل قاصد لللفظ وغير قاصد لنتائجه، قالوا الهازل قاصد لللفظ وغير قاصد لنتيجته، فإذا تلفظ باللفظ وهو يريده، بعكس السكران الذي لا يعقل لا ينسب إليه كلام، فإنه يتكلم بما لا يريد، وربما ما يعلم أنه طلق، إنما يخبرونه هم. ويلتحق بذلك الذي غضب غضبا شديدا حتى أفقده إرادته فتكلم بالطلاق وهو لا يريد التكلم بالطلاق ولا يريد أن يتلفظ به. إذن حتى بالنظر إلى الحديث لا حجة لهم به، يعني الذين ألحقوا السكران ألحقوا طلاق السكران بقيم المتلفات، وقالوا هذا حكم وضعي. فالصحيح أن الطلاق وإن كان حكما وضعيا لكن له أيضا تعلق بالتكليف، يحتاج إلى نية، له تعلق أيضا بالتكليف، ليس خطابا وضعيا محضا، بل له علاقة بالتكليف. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن طلاق السكران لا يقع، وهذه مسألة مذكورة في الفقه، وقد تكلمنا عليها في أبواب الطلاق من فتح العلام، وذكرنا الخلاف فيها. فكثير من العلماء رأوا أنه لا يقع، وذهب طائفة إلى وقوعه، والصحيح عدم وقوعه. قال: وأما السكران الذي لا يعقل، فجزم المؤلف بأنه غير مكلف، وبين أن لزوم الطلاق للسكران ولزوم قيم المتلفات للنائم والناسي أن ذلك من خطاب الوضع، وذلك هو مراده بقوله من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، لأن ذلك بعينه من خطاب الوضع. قال: واعلم أن العلماء اختلفوا فيما يلزم السكران، ومما قيل في ذلك التفصيل، لأن السكر قد يذهب جميع عقله حتى يكون لا يعقل شيئا، وهو المعروف بالسكران الطافح، وقد يذهب بعض عقله ويبقي معه بعضه. فالأظهر في الطافح أنه لا يلزمه شيء من العقود، ولا العتق ولا الطلاق ولا الجنايات، إلا ما كان من خطاب الوضع كغرم قيمة المتلف، على خطاب الوضع أنه ليس له تعلق بفعل العبد، وإنما أتلف شيء وجب قيمته، سواء الذي أتلفه عاق كان عاقلا أو غير عاقل، هذا الذي سماه ربط الأحكام بالأسباب. فالله جعل في القية في المتلف القيمة، وفي في الجناية عرشها ولو كان من غير عاقل.
ويدل على ذلك أنه قد أوجب الشرع أيضا في جناية الطفل، في جناية الطفل أوجب فيها الأرش كما جاء في بعض الأحاديث. قال: وأما الذي لم يفقد جميع عقله فهو الذي فيه قول من قال: لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود. لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود. هكذا تقرأ بالتنوين من أجل أن كل واحدة يشير بها إلى مسألة. الإقرار إذا قر على نفسه، إقرار عقود لا يلزمه، إذا قر على نفسه لا يلزمه الإقرار على نفسه. العقود لا يلزمه إذا أجرى معاملة بالبيع والشراء بالإجارات ونحو ذلك من المعاملات، لا يلزمه العقد. بل ما جنى إنما يلزمه الجناية إذا جنى، ويلزمه العتق إذا اعتق عبده لزمه، ويلزمه الطلاق إذا طلق، ويلزمه الحدود إذا اقترف ما يوجب عليه الحد. والصحيح في هذا الذي لم يفقد جميع عقله أنه إن كان بعقله يفهم فلا تفريق بين الإقرار والعقود وبين كل ما ذكر. إن كان السكر لم يذهب عليه عقله لا يزال يعقل. وأما إن كان في حال عمله فقد إرادته، أو في حال سكره فقد الإرادة، فلا يلزمه شيء من ذلك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن العبرة راجعة، العبرة أو الاعتماد على الإرادة، هل ذهبت أو ما ذهبت. وأيضا هناك سكران يقال له سكران متقطع، في حال يكون صحيحا فأعماله صحيحة، وفي حال يكون فاقدا لعقله فلا يصح منه أي عمل مما ذكر. فليس هناك دليل على التفريق أنه ما يلزمه الجناية والعتق والطلاق والحدود ولا يلزمه الإقرار والعقود. فإن العتق والطلاق والحدود أيضا لا تلزمه إذا كان قد ذهبت إرادته وصنع شيئا بدون شعور وبدون إرادة. وحكمه حكم المجنون، إذا قد فقد عقله رفع القلم عن 3، وإن كان يعقل فذهب عنه المعنى فتقام عليه الأحكام. قال: فإن قيل قد دل القرآن على تكليف السكران في قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني إذا كنت سكران فلا تقرب الصلاة، استدل بعضهم بالآية على أن الأمر متوجه إلى السكران كقوله وأنتم سكارى جملة حالية، فقالوا معنا أن الله يخاطب السكران أن لا يقرب الصلاة. وسيأتي الجواب أن هذا خطاب لهم، أي لا تقربوها في حال كونكم سكارى، معنى أنه يجتنب المسكر قبل الصلاة، لأنه سيأتي وقت الصلاة وهو ماذا؟ وهو سكران، وهو في سكره. إذن هذا خطاب له أن يبتعد عنها في وقت ماذا؟ في قرب وقت الصلاة. فليس معناه أن الله عز وجل يعني يخاطب السكران، فالخطاب للمؤمنين، ومعنى أنهم يبتعدوا عن قربها في حال سكرها، في حال عن السكر في حال أو عن شربها في حال قرب الصلاة، أو إذا علم من نفسه قد فيه مبادئ السكر لا يقربها. هذا حالة سيأتي ذكرها. إذن حالتان المراد بالآية وأنتم سكارى، ما المقصود؟ من يعيدها؟ دكابها ما؟ الحالة الأولى يعني يجتنبها
فلا يشربها في أوقات قرب الصلاة حتى لا يتغط الصلاة وهو على سكره. والحالة الثانية إذا رأى مبادئ السكر فلا يقرب. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: فإن قيل قد دل القرآن على تكليف السكران في قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لأن قوله وأنتم سكارى جملة حالية العامل فيها لا تقربوا، وصاحبها الضمير الذي هو الواو. والمعروف في علم العربية أن الحال إن كانت غير مقدرة فوقتها هو بعينه وقت عاملها، فيلزم من ذلك أن وقت النهي عن قربان الصلاة هو وقت السكر بعينه، ونهي السكران في وقت سكره يدل على أنه مكلف. فالجواب عن هذا الإشكال من الجهتين اللتين ذكرهما المؤلف: الأولى أن المراد بالنهي النهي عن شراب الخمر في أول الإسلام قبل تحريمها قرب أوقات الصلاة، بحيث يغلب على الظن أنه يدخل وقتها وهو سكران، لأن من شرب المسكرة في وقت يظن فيه أنه يأتي وقت الصلاة وهو سكران فكأنه عالم بأن صلاته تكون في وقت سكره. ودليل هذا الوجه أن الآية لما نزلت كانوا لا يشربونها إلا في وقتين، بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح، لأنه يغلب على الظن أن السكران يصحو فيما بين العشاء والصبح وفيما بين الصبح والظهر. وأما في غير ذين كالوقتين فلا يشربونها، لأن وقت الصلاة في غيرهما يدخل قبل صحو السكران وهو واضح. الثاني أن المراد بالنهي خطاب من وجد مبادئ النشاط والطرب قبل زوال عقله، فإنه إن ابتدع الصلاة في ذلك الوقت قد يتمكن منه السكر في أثنائها. هذا كلام واضح. قال: تنبيه، قد أشار تعالى إلى ما يعرف به زوال السكر، وهو أن يكون فاهما لما يتكلم به غير طائش عنه، وذلك في قوله تعالى: حتى تعلموا ما تقولون. إذن هذا هو الذي يميز أن الرجل ليس بسكران، يصير يعلم ما يقول. وعلى هذا فلا إشكال فيما ذكره قبل فيما يلزم به السكران من الإقراء من الجنايات والعتق والطلاق والحدود وما لا يلزم من الإقرار والعقد، فيعلم كلامه إن كان كلامه كلام عاقل يفهم ويأخذ ويرد ويخاطب بخطاب واقعي، فهذا دليل على أنه يعقل، فيلزمه إقراره ويلزمه عقوده. وإن كان يخبط في كلامه ولا يختار لنفسه الحسن ويسيء في المعاملة، هذا يدل على أنه ليس بعقله. نعم يعني باع من أجل العقود ولا ربما أنه نفى ذلك بسبب أنه يخاف على نفسه من الحد، فقد يكون نفى أنه بسبب أنه يخاف على نفسه الحد، لكن العبرة بكلامه. هو في غالبا ما سيقول هكذا، ربما لأن الإنسان العاقل لا يختار لنفسه الأسوأ، إذا رأى أن عقد البيع قد ساء سيقول: ما كنت أعقل، وربما نسب ذلك إلى أمور أخرى غير الخمر. وفي مسألة الطلاق أيضا نعم قد يحصل فيها ادعاءات كثيرة، لكن هذا شيء بينه وبين الله لا يلزم به، ويخوف يدين بينه وبين الله: اتق الله، اللهم اطلع على نيتك. وإن شعروا منه بالتلاعب فالمرأة لا ترجع إليه إذا كانت طلقة ثالثة، لا ترجع إليه إذا شعرت منه بعدم الخوف من الله، وأنه قد طلق قاصدا ثم يدعي بعض الدعاوى، فعليها أن لا ترجع. وأما من حيث الحكم عند الحاكم فالحاكم يحكم للرجل، لأنه هو المتكلم وهو الذي أدرى بكلامه وبنيته.
وما يتعلق بالإرادة في حق الطلاق والعتاق الصحيح اعتبار الإرادة، وهو لا بد منه لأن الأعمال بالنية، وقد جاءت آثار تدل على اعتبار النية، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد سئل عن رجل غرته امرأته بكلام يقوله حتى تلفظ به لفظ الطلاق وهو لا يريده، كان يريد معنى آخر فلم يجري عليه الطلاق، فلا بد من اعتبار الطلاق، اعتبار النية في الطلاق. ما يتعلق بقول بعضهم إذا نطق به فلا تعتبر نية، قاله كثير من الفقهاء، ولكن فيه نظر. الصحيح اعتبار النية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. ومما ينبه عليه قول بعضهم فيما يتعلق بالغضب الشديد إذا فقد شعوره، والتقييد إذا فقد إرادته أضبط، لأنه قد يشعر ولكن لا يريد، هذا حاصل، بعضهم يغضب حتى يتلفظ ولكنه شعر بلفظه ولكن لم يرد أن يتلفظ، سبقت لسانه، فهذا الصحيح أيضا أنه لا يقع طلاقه، فالعبرة بالإرادة لا بالشعور. فقد يقول إنسان نعم شعرت أني نطقت، لكن والله ما أردت أن أتكلم بذلك، ما أدري كيف سبقت لساني إليه، فهذا لا يقع عليه على الصحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.